السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل عملية تدوير أو نقل شتلة فك التمساح من القصيص الصغير ده، لأن هي خلاص كبرت عليه، وهننقلها في القصيص الكبير ده. هنجيب القصيص الكبير، نتأكد إن هو مخروم من تحت طبعا، ونحط فيه شوية تربة بحيث إن احنا نجيب القصيص الصغير ونقيس. لما أحط ده كده، هل هو بقى مع سطح القصيص الكبير أو تحتيه طبعا بتلاتة أو أربعة سنتي عشان أعرف أروي؟ اه تمام. خلاص نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ حط ايدينا زي ما اتفقنا على التربة، وامسك النبتة واقلب واضرب على سطح القصيص نفسه، على الحرف بتاع القصيص بالراحة كده. تمام. لو لقيته ماسك جامد ممكن اضرب من تحت الاول كده، وبعد كده اضرب كده، هتلاقي القصيص بتاعك طلع زي الفل. تمام. نقلب نقلب الطينه بالراحه واحطها في القصيص الجديد كده، ووسطانها طبعا تبقى في النص، واملى حواليها بالطينه الجديده او بالتربه الجديده، مش لازم طينه يعني. مهم جدا ان انا اضغط بايدي خفيف قوي على التربه الجديده مش القديمه، اللي هو من حوالين التربه القديمه، اضغط كده هتلاقي التربه بتنزل لتحت تاني. دي عمليه دكه خفيفه كده بحيث ان ما يبقاش فيه فراغات هواء. طبعا بعد كده لما بنروي فراغات الهواء دي الميه بتنزل مكانها، فبتلاقي فقاقيع هواء بتطلع. ده معناه ان كان فيه فعلا ثغرات او فراغات هواء والميه ملتها، ودي حاجه كويسه يعني. وارد قوي ان انا لما اروي التربه تنزل لتحت، لما تدمك او تتدكم بالميه بزياده هتلاقي تنزل لتحت، مفيش مشاكل نكملها تاني، ما حصلش اي مشكله. خلاص ندي ميه لحد ما القصيص ينقط نقطتين ثلاثه ميه من تحت. دايما لما بنقول اول ريه بتبقى ريه غمر، مش معناها ان احنا نقعد نروي لحد ما القصيص يغرق الدنيا ميه تحتيه، لان هو كده هيصفي التربه. وكمان انا عملت غسيل لاي سماد موجود في التربه، لكن احنا نقصد نقول ان احنا نتاكد ان التربه كلها تشبعت بالميه لحين خروج بعض من الميه. نقطتين زي ثلاثه من الميه كفايه قوي، مش لازم يعني ينزل لتر ميه يعني. فانا بروي الاول كده، بملى القصيص، وبعد كده بفضل معاها نقطه نقطه كده لحد ما الاقيها ابتدت تجيب ميه من تحت. خلاص كده القصيص ده تمام وبقى زي الفل. ما زودش ميه بقى تاني علشان التربه ما تعملش فجوات وتقعد تسيل ميه بطينه من تحت التربه، يبقى انا ببوظ القصيص كده، او بقى ايه، بعمل فراغات على الجذور ممكن تاذي الجذور بعد كده. وبكده انا نقلتها. يفضل ان احنا ننقلها دايما بعد غياب الشمس، يعني احسن وقت ان انا انقل في الزرع الساعة 6 المغرب. عايز تنقلها في وقت غير كده يبقى معاك لحد 6 الصبح 7 الصبح، بعد كده ما تنقلش. ما ينفعش انقل وتبقى النبتة لسه واخدة مية كده غريبة، واخدة تربة غريبة ومكان غريب او قصيص غريب، وتروح حاططها في شمس على طول، وخصوصا لو حضرتك بتزرع في جنينة او في روف، فهتبقى واخدة شمس 12 ساعة وشمس شديدة كمان، لان احنا بننقل معظم النقلات بتبقى في الربيع، فاحنا كده بنبهدل النبته بتاعتنا، وممكن ما تستحملش وممكن تدبل وممكن تسقط الورق بتاعها كله، وحلني على ما تطلع افرع جديده وورق جديد، ودخلنا نفسنا في دوامه ملناش في غير عنها تماما يعني. فالافضل ان احنا يا اما الصبح بدري، والافضل منه بعد ما الشمس تروح. ليه؟ علشان بعد ما بنقل النبته في القصيص الجديد، النبته بتقعد فيه من 6 المغرب لحد 10 الصبح تاني يوم على ما الشمس تشد عليها، يعني بتقعد حوالي 14 ساعة أو 16 ساعة في التربة الجديدة، فتكون شمت نفسها شوية في التربة الجديدة، وتكون كل المية يعني النبتة شربت خلاص المية اللي في القصيص الجديد، فتستحمل الشمس بتاع التاني يوم وهكذا. تمام. يفضل برضو ان احنا اول 3 ايام ما حطهاش في الشمس اللي هي 100% في المكان عندي. يعني ايه؟ يعني ده كلام ده للروف او الجنينة، لكن لو حضرتك بتزرع في بلكونة عندك 3-4-5 ساعات خلاص ما فيش مشاكل. لكن لو بزرع في روف عندي 13 ساعة شمس او 10 ساعات شمس، ما ينفعش ان دي دلوقتي تشوف 10 ساعات شمس، تتعب مني جدا.
تمام. فكن تمسح اساسا نبته قويه، لكن انا بتكلم على كل النباتات بوجه عام، يعني لو كانت فلفل، لو كانت بتنجان، لو كانت طماطم، ما ينفعش ان انا تاخد دلوقتي 10 ساعات شمس تتعب. فالاحسن ان احنا نحطها في مكان تحت شجره او ورا عمود او ورا حيطه، بحيث انها تاخد 5 ساعات او 4 ساعات او 3 ساعات شمس بس، تاني يوم تاخد 4 ساعات، تالت يوم تاخد، يعني تقعد تدريجي كده كل يوم ساعه زياده لحد ما توصل للموضوع الطبيعي بتاعها او الوضع الطبيعي بعد 5 ايام او اسبوع كده، الدنيا تبقى زي الفل، تكون الجذور ابتدت تشد في الارض الجديده بتاعتها، وخدت على التربه الجديده، وتاقلمت على البكتيريا الجديده، وتاقلمت على المسميه الجديده للتربه الجديده اللي اتحط لها. ان شاء الله نتابع النبته دي بعدين.